إن هذه الميليشيات الإجرامية بالأمس وكيل مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعاد من المنفذ ويمنع من دخول تعز كي لا ينقل وضع الحالة الإنسانية وحالة التدمير التي قام بها هذا المجرم. هذه الميليشيات الإنقلابية، لكن نقول لهم لقد بدئنا المعركة معكم في تعز، وإننا اليوم ماضون لتحقيق كل الانتصار، ليس في تعز بس ولكن في كل اليمن. عهدا منا إننا لن نترك له بلالة واحدة من أرض اليمن يتربع فيها ليحكمنا ويذلنا. جاهزون وسنلتحق إن شاء الله مع إخواننا المقاتلون في جبهة الساحل بإذن الله، وهذه رسالة للعدو.